بسم الله الرحمن الرحيم. الان نبدا برفع شطر الكعبه 3 متر، وذلك تجهيز ان شاء الله يوم 9 يوم التلبيس ثوب الجديد ان شاء الله. جريا على عادة سنوية سنة منذ صدر الإسلام، يرفع ثوب الكعبة المشرفة رغم غياب السبب. من عصر صدر الإسلام كانت علامات دخول شهر الحج في غرة ذو الحجة ترفع أستار الكعبة إشعارا للناس بدخول شهر الحج، فيحسبوها 8 أيام ويطلعوا على التروية في ميناء والتاسع في عرفة. تم رفع ستارة الكعبة المشرفة 3 متر، وتم تركيب مكان الرفع 2 متر قماش قطن أبيض بعرض 2 متر داير جميع الجوانب. بدأت أعمال رفع الثوب مساء اليوم المكمل لشهر ذي القعدة بدلا من 15 من ذي القعدة كما كان يعمل في السنوات السابقة. لكن السنة غاب السبب وغاب المسبب. السبب هم حجاج بيت الله الحرام، والمسبب خشية تلف الكعبة المشرفة يعني أستار الكعبة، نخشى أنها كانت تتلف من بعض ضعاف النفوس اللي يستخدموا المشارط والمقصات، وبرضو التناتش والأشياء اللي تحصل من مشاكل على ستارة الكعبة. فلذلك ترفع على مدار 3 كلمات 3 أمتار. هكذا بدت الكعبة المشرفة منذ الساعة الأولى من غرة ذي الحجة. 183 موظفا يعملون في مهام كسوة الكعبة المشرفة، هذه آخر الأعمال التي تسبق استبدال الكسوة الذي سيكون يوم 9 من ذي الحجة. خالد الجناحي، الإخبارية، من المسجد الحرام مكة المكرمة.